the right. You are killers. You are killers. You are killers. You are killers. مرة أخرى يجد أزلام الأنظمة القمعية في منطقة الخليج أنفسهم في مواجهة مع ثلة من الناشطين الذين آلوا على أنفسهم مطاردة الجلادين ومجرمي الحروب ممن يحطون الرحال في العاصمة البريطانية لندن، ساعين لتبييض وجه أنظمتهم القمعية وللتغطية على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان. Optimistic enough to believe in human ingenuity. وزير الخارجية السعودية عادل الجبير وأنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية لدولة الإمارات وفواز الخليفة سفير عائلة آل خليفة في لندن شاركوا في ندوة لتسويق الأكاذيب للمجتمع الدولي حول الحرب العدوانية على اليمن وللترويج لسياسات آل سعود الجديدة التي يقودها ولي العهد محمد بن سلمان. You are killers. You are killers. You are killers. You are killers. لكن اللافتات التي رفعها الناشطون خارج الفندق الذي عقدت فيه الندوة والهتافات التي أطلقوها فضحت أكاذيب الثلاثي الذي طارده الناشطون حال انتهاء الندوة مرددين الشعارات المنددة بجرائم التحالف في اليمن وبدعم السعودية والإمارات والبحرين للجماعات الإرهابية. وكعادة الجبناء الذين يستأسدون على شعوبهم ولا السفير الخليفي هاربا من البوابة الخلفية للفندق فيما اعترض الناشطون سيارة الوزير السعودي ولاحقوا أنور قرقاش منددين بمشاركة بلاده في قمع الحراك الشعبي في البحرين. مطاردات تؤكد أن أصحاب الحق لن يهدأوا أو يستكينوا وأنهم بالمرصاد لجلادي الخليج الذين يظنون أن آلتهم القمعية قادرة على إسكات صوت الشعوب الذي يعلو هاتفا بإسقاط الأنظمة في الداخل ومنددا بجرائمها في الخارج. مجموعة من الناشطين الحقوقيين من البحرين واليمن بالاعتصام عند علومنا بوجود الوزير الجبير في أوتيل سان بانكرياس في وسط العاصمة البريطانية، قمنا باعتصام هناك وقمنا باعتراض سيارته عند خروجه من الفندق بمواجهته بهذه اليافطة التي توري الاعتداء على اليمنيين لمدة 3 أعوام ومن قائد هذه الجرائم في حق الشعب اليمني.